الشاطر البيضاء كي ولات. السريال بالسلام. إذن مشاهدينا الكرام صباحكم مبروك، وكنتمنوا لكم يوم مبارك سعيد. ردوا بالكم من السرعة، راه السرعة خطيرة، السرعة راه خطيرة جدا وكتقتل. إذن في هاد اللحظات وصول الأمن و السيارة ديال ديباناج من أجل نقل هاد السيارتين اللي داروا كسيدة. شوفوا هادي كيفاش ولات، شوفوا السرعة شنو كدير. يعني هنا باين ان السبب هو السرعه، لان الدوره باش دار الطوموبيل وباش ضربوا. اذا السرعه هي السبب ديال الكارثه، وخصوصا ملي كيكون باقي الظلام. يعني في الساعه الاولى من الصباح، غتكون ديك الساعه الرابعه صباحا تقريبا، كتكون واحد الرؤيه شويه قليله. المصابين راه تم نقلهم المستعجلات من اجل تلقي الاسعافات الاوليه. الطوموبيلات ها هي الحاله ديالهم، الطوموبيل واكل الدق من هاد الجهه، من جهه اليسار. والاخرى الطوموبيل الاخرى راه اللي باقا تخرجوا، الرويده راه تفرقعات. يعني هاد الناس راه حفظهم الله وصافي. شوفوا الروينه، شوفوا الروينه ديال الطريق، شوفوا الروينه. كلشي باغي يدوز هو الاول، كلشي باغي يدوز بسرعه، كلشي باغي يدوز. لان قدر ولطف الله سبحانه وتعالى، كيقدر ولطف. هذه هي الحادثه ديال السير اللي وقعات. الساعات الأولى من الصباح بسبب السرعة ديال بعض السائقين، الله يهديهم. بعض السائقين راه كيبغيو يطيروا من بلاصتهم. ياودي يا إسماعيل، بعض المرات راه حتى الخمر ما كيكونش، كتكون غير السرعة وكدير بحال هاد المشاكل. بلا ما يكون الخمر في الوازيس شرقاوي، هادشي في الوازيس. يعني شوفوا الدوره باش دايره الطوموبيل ديال السرعه، الضربه اللي تضرب ضربات الطوموبيل، هاد الطوموبيل دورتها. اذا جايين بواحد السرعه اللي هي فائقه. اذا انت تشوفوا معنا هنا رجل الامن راه كيقوم بالواجب ديالو، بالعمل ديالو، تنظيم السير، لان هاد الكسيده اكيد انها دارت واحد الفوضى او واحد العرقله، وبالتالي فرجل الامن راه حاضر باش كينظم الحركه ديال السير والمرور. وايضا حتى العربه ديال الجر راها كاينه. الحادث سير خطير هنا بالوازيس. مزيد من الحيطه والحذر، راه كنعياو نقولوا للناس مزيد من الحيطه والحذر، مزيد من الحيطه والحذر. ردوا البال، الطريق، السرعه، ما تسوقش وانت سكران. هذا الشيء راه كنبقاو نقولوه كل نهار، لان الناس تشوفوا كسيد خطيرين وتيدويو بالارواح ديال بزاف ديال الناس. اذا مشاهدينا الكرام صباحكم مبروك، والى اللقاء في بث اخر.